استدراجا ثم احتجاز وبعدها استعباد وعمل تحت القهر من دون راحة. من يخالف الأوامر أو يحاول الهرب يتعرض للضرب والتعذيب. سيناريو يشبه أفلام العصابات الأمريكية ولكنه واقع حقيقي في حادثة مأساوية أثارت ضجة كبيرة في المغرب. فما القصة؟ السلام عليكم، أنا الأخت فدوى، أخت واحد من الضحايا اللي مشى لتايلاند، جيت من شهور تقريبا باش مشى عن طريق مجموعة ديال الشباب اللي عيطوا ليه صحابه بانه هو بالنسبة لي هو كان في الدومين ديال التريدينغ وديال هادشي ديال الايكوميرس. كان خدام في فرنسا في الاول واتجه الى دبي وكمل الخدمة ديالو تما بحكم انه شاب كيقلب على اي فرصة عمل في اي بلاصة في اي بلاد، متابر مجتهد قرا مزيان يعني وكيتعمق في هذا المجال بشوي بشوي. عيطوا ليه الشباب كي قلت صحابو قنعوه لمدة شهر، هما كيقنعوا فيه في الاول ما كانش بغى يمشي بحكم انه مقيم في دولة الامارات، كان خدام مزيان، خدام هنا في المغرب مزيان، اصلا هو رجع هنا للمغرب لانه كان خدام هو واحد المجموعة ديال الاصدقاء ديالو اللي هما اصلا معروفين دي انستغرامرز ودي يوتيوبرز اللي معروفين في هذا الدومين. دخل مدينة مراكش كي قلت لكم، حاولوا يقنعوه لمدة شهر وديك الشركة الصينية وهما كيقنعوا فيه، دوزوا لي انترفيو، صيفطوا لي الكونطرا ديالو، عطاوه عرض مغري جدا. يعني اي شاب في المقتبل العمر ديالو تيقلب على فرصة عمل راه غادي يقبل بها، وبالاخص باننا انا اختو الام ديالو الاب ديالو كانوا رافضين رفض تام، وانا اللي قنعتهم بحكم اننا حنايا كاع الشباب متبعين هاد الانستغرام ومتبعين هادشي ديال الايكوميرس اللي ولا كيغر جميع الشباب، انا الاولى منهم. وها بحال هكا قلت للوالده ديالي، قلت ليها خليه يمشي، انا راه كنشوف واحد المؤثر مراكشي اللي كاملين بينا كنعرفوه كيدي الدراري تما لتايلاند كيخدموا في هادشي تاع الايكوميرس وداكشي. وقلت ليها بحال هكا بصالح العباره باش طلعت لي الفيزا ديالو هادشي كامل. وكي قلت لك من ماليزيا لتايلاند، من ماليزيا لتايلاند حيت الفيزا ديالو خداها من ماليزيا، هما كيتعمدوا انك ما تاخدش هادشي كامل، خطة مدروسة اللي استدرجوا بها هذاك العدد كامل ديال الدراري كيخدم في التجارة الإلكترونية. سمعتي ليا التجارة الإلكترونية فيها الإطار القانوني والعكس، كاين الإطار القانوني شركات اللي كتكلف إطار إشهار والبيع والشراء ياك وفق القانون، وفيها النصب بهذه الطريقة عاوتاني أو نضروا الناس في أموالهم، كاين هذه الطريقة. هما بالضبط المعلومات اللي كونتي شنو كيطلبوا منهم يديروا؟ كيطلبوا منهم الاحتيال الإلكتروني، كيحتالوا على الناس، هادشي اللي كيطلبوا منهم. هنا اعترفت ليا وقالت ليا بأن أخوك راه صيفط لك اللوكاليزاسيون ديال البلاصه وصيفط لك الارقام وحصلوه. طلعت لهم ديك الساعه قال لي كي صيفطهم لك، ديك الساعه طلعت مجموعه ديال العساكر من هادوك الناس اللي عندهم، طلعوا هزوه من فصل المكتب وانا كنشوف وضربوه بالضو حتى طاح وهزوه. قال لي هزوه جوج الناس، واحد هزوه من رجليه وواحد هزوه من يديه، وداو وقاموا بالتعذيب ديالو بالضو وقالت لك وعلقوه من يديه ولقى راسو مع مجموعه ديال الناس، مجموعه كم هائل ديال البشر معلقين من يد وحده بحال هكا كيوصف، من يد وحده وكيضربوهم بالعصا على الرجلين وبالضو. كنا الخارجيه وكنتمنى من الاسر يتعاونوا معنا، وكنتمنى من منظمه حقوق الانسان في المغرب توقف معنا، وكنتمنوا كاع المغاربه راه وليداتكم هادو راه 150 واحد راه كاينين اللي الوالدين ديالو ما عارفينوش كاين تما، راه ولدنا ولدكم ورد المغاربه كاملين. وانا ماشي كنهضر غير على الاخ ديالي فقط، انا كنهضر على المغاربه كاملين اللي كاينين تما، بغيناهم كاملين يخرجوا ان شاء الله. الله يفرق قنوات دولية، وما نساوش موقع الكتروني مغربي اللي تناول الملف في الاول، روح التجار في البشر يعني بطريقة جدية. اوتيل 5 نجوم، الشركة راه ظريفين والله يعمرها دار، وراه شينوا مزيانين
بالنسبة ومنين حنا شفنا هادشي فرحنا وطمئنا بأنهم كيحجزوا لي أوتيل 5 نجوم هو والدراري صحابه بحال هكا كيقول علينا وكيصور لينا لي فيديو. من بعد قال لينا راه خرجت ليا الفيزا راه غادي نمشي لتايلاند. مشى لتايلاند هو عاوتاني عيط لينا في المطار وصور لينا هادشي كامل ومقتق بفيديوهات. الدوله الاولى اللي مشى ليها فين؟ مشى للمدينه القطر اللي دار فيها ليسكال لانه ما كانش فول اون ديريكت، كان فيه بزاف ديال لي زيسكال، الاول كان في قطر والثاني كان في ماليزيا.